عسلامة مدام. عسلامة. 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 حملنا روحك. أنا مواطنة من الحمامات، جيت نقضي من هنا من تونس. مرحبا بيك مدام حذينا، أنت بنتها. أنا بنت حنان. مرحبا بيك حنان. حنان قلت لي متزوجة؟ متزوجة، عندي زوج أولاد. إن شاء الله ربي يخليهم لك. مدام كيفاش تكون علاقة الأم ببنتها بعد الزواج؟ تختلف معناها على العلاقة قبل الزواج ولا؟ طبيعة تختلف شوية. يلزم المرأة تتعرس، المرأة تتعرس لبنتها ما يلزمهاش، يلزمها تخليها حرة، معناتها هي ورجلها يتفقوا، معناتها متفقين مع بعضهم، وهي ما تتدخلش في كل شيء. ويلزمها مثلا كان هما حبوا يستشيروها في حاجة مرحبا، ما حبوش معناتها بيناتهم الزوج، فهمت؟ الأم يلزمها تهني على بنتها. ايش تهني على بنتها؟ بالطبيعه اي يلزمها تهني على بنتها، مش تتدخل في امورهم الشخصيه، فهمت؟ معناها نصائح الام لبنتها قبل الزواج حاجه وبعد الزواج تولي نصائح اخرى. اي بالطبيعه، قبل العرس مثلا انا ننصحها ونقول لها ويلزمها تسمع كلامي، والحاجه اللي تحبها ما نقولوا ننصحها فيها، كانها باهية نقولها باهية، كانها خايبة نقولها ما يلزم هكا وهكا، مثلا ما يلزمش، فما حاجات ما يلزمهمش يصيروا، وبعد ما تعرس تولي هذيك امورها هي وراجلها، فهمت؟ معناها تنصح بنتك كيفاش تتعامل مع زوجها؟ قبل العرس ننصحها، اما هي يلزمها تكون متحضرة من قبل العرس. شنو اللي لازمها تكون متحضرة فيه؟ بخلاف التطيب. يلزمها متحضره لكل شيء، يلزمها تتفاهم مع راجلها، ما تعكسوش، ما تقوم به بالقدا، هو كيف كيف يلزم زاد يلبي لها طلباتها كل شيء. يلزمها بخلاف التطيب والتنظيف والحاجات هذوكم امور حاجه اخرى، فهمت؟ شنو الحاجات اللي خذيتهم منك بنتك؟ بنتي خذيت العقاله والرزانه والرتبة في قضية دارها، مرتبة زيادة، وتعرف تخرج كلمتها في بلاصتها. نفس ذيك هو اللي قالته أمك، ذيك هو صحيح معناه. هو الحاجات الأخرى كان نسيتهم هاي. كل شيء خذيه، كما قالت لك كل شيء في بلاصتها، حتى نتكلم كلمة ديما تنصحني تقول لي ما تخرجش العيب من فمك، كل شيء عادي، ليش يعني ما تعدي الكلمة الخايبة زيادة تعديها كي توقع حاجة بين أي واحد، من حتى من الفاميليا مثلا تاع راجلها، يلزمهاش تتعدل عليها وتقعد ديما تقول فيها وتعاود، ولا يلزمها معناها تعدي، فهمت؟ يلزم كلمة تتعدى. شنو اللي يختلف بين جيلك أنت وجيل بنتك مدام؟ فما برشا احكي لي. احنا مثلا كنا احنا أمي جابتنا ستة، نقتنعوا كل شيء، كل شيء نقتنعوا، نلبسوا فضل بعضنا، ناكلوا فرد قصعة مثلا، كل شيء مع بعضنا، والجيل اللي بعد، والجيل اللي بعد معناتها كيما بنتي يحبوا مثلا في كل عيد لبسة، احنا ما كناش كل عيد لبسة، كنا لبسة العيد الصغير نخبيوها للعيد الكبير. ونبيتوا كتبديلا نبيتوها تحت روسنا، بحثينا هكا فرحانين بيها، هما تو يحبوا ديما عيد عندهم، ديما عيد توا. ديما عيد، ديما عيد. معناها شراء الملابس توا ولا ديما على طول ديما؟ ولو في العيد والمناسبات والعروسات والكل، يحبوا كل عرس ولبسته، كل عيد ولبسته، كل فهمتها. وصغيراتك مدام قداش عمراتهم؟ واحد 12 سنة والآخر 10 سنين. اللي جيلهم 12 سنة و10 سنين يختلف كل الاختلاف على جيلك وجيل أمك. طبيعة بعيد برشا، يحب كل شيء على كيف وكل شيء يحب من البيت. أما كل جيل ما تنجمش تربيه معناها حسب تربيتك أنت اللي تربيتها قبل. لا بالطبيعة. لا ما تنجمش. لا في ربحتهم في ماكلتهم في كل شيء ماهوش كيفنا، مختلفين برشا. ما دام قبيليك قلت لي الام لازمها تهني على بنتها هكا ولا، وهذا هو الصحيح. ساعات نلقاو ام هي اللي تتشرط. لا علاش الام ما تدخلش، لازمها في حاجات ما يخصهم هما ما تدخلش فيها، ما تدخلش فيها. انا بنيتي تو هذه عندها 14 سنه معرسه، عمري لنهار نقول لها ايجا بحذايا نخليها على راحتها، وقت اللي تحب تجي، وقت اللي تحب تجي مرحبا، تحب تمشي الله يهني، ما نقولهاش يجا بكل
خليتهم على راحتهم وهما وانا عندي نسيبي هذيا الله يرحم والدي الحق. ساعات كما قلت انت مدام نشوف امراه هكا تحب تهني على بنتها وكل شيء حتى بنتها تتشرط الام لي قلها لي عايش بنتي ما تهني هني على روحك. اما العكس فما تلقى طفله مسكينه تحب تتنازل معناها ما تحبش تتشرط على راجلها وامها تقولها لي انا ما نبيعكش بالرخيص ولدك البيع والشرية. لا لا انا حاجه برك اللي نشرط عليها وقت اللي نجي نعطي بنتي الاولى والثانيه كيف كيف هي نحب المسكن ونحب الخدمه اكاهو ما نحب حتى شيء اخر. نطلب عليه حتى شيء اللي حتى ما يجيب لها حتى شيء ما نلوش ما ندخلش فيه الحكايه. مثلا فما شكون ما يحبش يعطي بنته في دار كري. والله نقول لك حاجه انا عرست في الكرا وذقت ليعة الكرا بالقدا بالقدا. بناتي نحب اعطيتهم في ديارهم الحق نتاع ربي. أغلبية الأمهات تحب تعطي بنتها الراجل بداره. الأنساب اللي جاوني بديارهم معناها ما جانيش نسيب بلادها ما جانيش معناها ما ورفضته لا. وكان فما مكتوب باش ياخذ بنتي وما عندوش دار ما نجمش نقول المكتوب لا فهمت. زيد الكري يفرق مدام فما شكون هاكا قادر انه كل شهر يخلص كري فما شكون ما تعرفش عليه شهر عنده شهر لا. فما ايش تنصح الامهات اللي هكا تتشرط شويه لا ننصحهم باش يسهلوا لبنياتهم ويخليوهم يعيشوا معناتها مرتاحين مع رجالهم وما يدخلوش في خصوصياتهم. كيفاش تقوموا باعراسكم في الحمامات مدام؟ اعراسنا في الحمامات مش نورمال. تختلف على الولايات الاخرى ولا؟ تختلف احنا عندنا نهار الوطيه هيك بالدنيا احنا كل بنيه تكبر شويه يقولوا لها شرف في وطيتك. عندنا وطيه عندنا الساعه اللبسه التقليديه نتاع الحمامات. هيك نتاع الحمامات كل طفله تخرج بها ما فهمتش. هي كيفاش مدام؟ هي تعمل لها التبديله البيضه في ستون سوريه وسروال في ستون وتعمل لها القمجه نقولوا قمجه والطاقيه والجبه وحاجات اخرين فما برشا حاجات اخرين كيما المسوغ زاد معاها الخلخال وهيك الحجر والثقيله وكل شيء كل نعملوه البنيه ملي عمرها 10 سنين ولم تبدا تزهر حتى لتوا في 2023 توا اللي تخرج بلاش تبديله هذه معناها تحسها ناقصه حاجه فهمت لازم منها تبديله اي احنا بالنسبه لينا الحماميه بالنسبه لينا يلزمها تبديله هيك مدام ثم ناس تبيع اراضيها وتبيع الغالي والرخيص عنها باش تعرس لبناتها وتجهزها بنات توا مدام ما عادش يحبوا الحنه علاش ما يحبوهاش انا بنتي توا عرست في سبتمبر ما حنتش قالت الحنه لا برشا بنات ما يحبوش حتى هذه كي عرست معناتها ما حبتش تحني انا حنيت لها بالسيف قلت لها اول مره حني وبعد ما عادش حني العروسه لازم تخرج بالحنه كيف عندنا الجلوه خاطر نتاع العروسه كي تهز يديها هكا بلا حنه ما تقولش عليها ماهيش عروسه عندنا احنا على كل ان شاء الله ربي يهنيهم يعطيكم الصحه ومرحبا بكم بارك الله فيك شكرا مدام